اختتم المنتدى العربي لحماية المستهلك في نسخته الأولى على مستوى العالم العربي وغرب آسيا أعماله اليوم بجملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة على المستوى العربي وتطوير التشريعات والأنظمة لحماية المستهلك. هذا وقد استضافت وزارة الصناعة والتجارة المنتدى تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. بعد التحية سيد انتصار، في البداية نرغب أن نبارك لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة هذا الإنجاز المتميز عبر إطلاق أول منتدى لحماية المستهلك على المستوى العربي والغرب آسيا من العاصمة المنامة، والذي جمع أكثر من 20 دولة عربية مع نخبة من الخبراء والفنيين والأكاديميين والمختصين في مجال حماية المستهلك. لو نتحدث أكثر عن أهمية هذا النوع من المنتديات وما دورها على المستهلك العربي. نعم، الموضوعات والتحديات المعنية بحماية المستهلك تتغير بوتيرة متسارعة على المستوى العالمي، واللي بدورها تنعكس على المستهلك العربي. ومن هذا المنطلق وزارة الصناعة والتجارة استضافت المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك بالتزامن مع الأسبوع العربي لحماية المستهلك، واللي يعتبر أول منتدى حواري وتفاعلي على المستوى العربي والغرب آسيوي. طبعا الهدف هو زيادة الجهود العربية لتحسين منظومة حماية المستهلك في المنطقة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الممارسات التجارية والاستهلاكية المسؤولة من خلال استرشاد الدول العربية لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال حماية المستهلك. وطبعا هاي المنتدى الحواري والتفاعلي ساهم في نقل الخبرات والتجارب والمعارف المتميزة، وأيضا يساعد على أنه يعزز تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بغرض تحقيق طموحات وتطلعات المستهلك في حياة كريمة وآمنة في الدول العربية. نعم، وماذا عن أبرز النتائج والمخرجات التي تم التوافق عليها مع انتهاء أعمال المنتدى؟ نعم، من خلال طبعا الجلسات النقاشية اللي أجريت خلال يومين على التوالي في المنتدى العربي لحماية المستهلك، كانت المواضيع تتمحور في الأطر القانونية لحماية المستهلك في الدول العربية، وأيضا تحدثنا عن الاستهلاك المستدام وتسوية النزاعات بين طرفي العلاقة التجارية وأيضا تمكين المستهلكين. وتبين من خلال جلسات المناقشة بأن المواضيع الأكثر إلحاحا لبناء يعني المهارات والقدرات ركزت في التجارة الإلكترونية، وأيضا في ضوابط حماية حقوق المستهلك ومراقبة معايير ومواصفات سلامة المنتجات. وأيضا اتضح جليا بأهمية تنسيق جهود أجهزة حماية المستهلك العربية في توحيد البرامج الإعلامية والرسائل التوعوية للمستهلك العربي. وأخيرا أيضا تم التوافق على إنشاء شبكة إقليمية عربية لتسهيل التواصل والتبادل في المعلومات في مجال حماية المستهلك. نعم، المهندس انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.